والأمر بالمعروف حنصالح الدنيا على دين جميل مألوف ينصر المظلوم ويطعم المحروم ويطمن الملهوم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. أعزائي المشاهدين، يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجكم المعزة الحسنة. ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم ويسعدكم ويرزقكم. قبل ما ابتدي حلقتي أنا بكون سعيد جدا بالجروب وفريق المعزة الحسنة، وخاصة لما بيبقى أخونا مدحت موجود معانا، ربنا يبارك فيه ويحفظه. بوجه تحية لكل إخواتي هنا، هالة وبسمة وأستاذة منى وكل أحبابنا هنا، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. وخلونا النهاردة نخش في موضوع حلقتنا ونتكلم بس كلمة من القلب. أنا عايز أتكلم كلمة من القلب. إحنا طبعا ما بين موسم الحج وبين استقبال العام الجديد بنعيش أحداث الهجرة، والحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن أنوار النبي، وبيني وبينكم كان فيها كلام كتير، بس إحنا قلنا هنقطع التسلسل ده ونتكلم عن الهجرة. اللي هيحصل كالآتي: اي حد هيسمع خطيب او شيخ في التلفزيون او حد بيتكلم عن الهجرة بيصيبه ملل، لانه بيسمع نفس الحكاية كل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة الى المدينة وخد طريق اليمن واستقبلوا اهل المدينة بالاغاني والاناشيد، طلع البدر علينا، فبيبتدي يحفظ، فبيبتدي يصيبه الملل فيتضايق، لدرجة ان انت ممكن تلاقي واحد يقول لك ايه، احنا بقينا كده نسمع كده تبوهات في الخطيب، في العيد بيكلمنا عن الاضحيه وفي مش عارف ايه. لا، هي الفكره يا اخوانا ان القصص والاحداث اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مش مجرد حكايات قبل النوم بنحكيها عشان ننبسط، او داعيه يقولها عشان يلهب حماسه الناس فيقولوا. ربنا قال لقد كان في قصصهم عبره. الفكره مش في الهجره بناخد يوم اجازه ونشغل فيلم الشيماء، لا، مش معنى ان كده ان فيلم الشيماء وحش، افلام الجميله يعني، بس هي الفكره مش انك تقعد تتفرج على فيلم في يوم الهجره في اجازه مع كوبايه شاي وتبقى دي الهجره بالنسبه لك. لا، كل حدث في حياه سيدنا النبي، سواء اسراء معراج، تحويل قبله، هجره، لو حطيته في نمط القصه وتقعد تحكي للناس كل سنه، الناس هتمل منه وهتزهد منه وهيفقد المراد منه. انما لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبره، اذا كل حدث من دول وراه دروس متجدده الى قيام الساعه، كل سنه كل سنه هتلاقي درس جديد، اللي يدور هيلاقي درس جديد. ولذلك احنا بنحتفل بهجره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بنحتفل بعمليه انتقال، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش فكره الهجره عند الانتقال، يعني بعد فتح مكه الهجره انتهت، ما بقاش في هجره. باب الهجره ما اتقفلش، انما فضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سايبه مفتوح، بس مش هجره المكان، هجره الذنوب وهجرة المعاصي وهجرة ما نهى الله عنه. الفكرة ان المسلم بطبيعته دايما مهاجر، بس مش مهاجر من مكان لمكان، هو مهاجر من 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 حاجة وحشة الى حاجة احسن، من قبيح الى جميل، من شر الى خير. لكن خليني اقف قدامك في نقط كده في دروس الهجرة. اول نقطة بتستدعيني وبتستدعي اي داعية، ان الهجرة دي كانت مزيج بين العناية الالهية والتنسيق وحسن الاخذ بالاسباب البشري. يعني على الرغم من ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو خاتم الانبياء والمرسلين، وعارف ان ربنا هينصره، وعارف ان هو مؤيد بتأييد الله له، ده ما منعوش انه يخطط تخطيط جيد ويختار ميعاد خروجه من مكه اللي هو قبيل الفجر، ويجيب ابن عمه سيدنا علي ينام في فراشه، ويبقى صاحبه سيدنا ابو بكر، ويمشي بالليل ويمشي طريق اليمن بدل ما يمشي طريق المعتاد ويقعد في الغار. دي رسالة. رسالة ايه؟ رسالة ان اي واحد مسلم فكر لانه مسلم فهيقول لربنا يا رب انجح وما يذاكرش، ده مش ناجح. واي واحد هيفكر، الله يسترك يا استاذة منى، استاذة منى عملنا في الخلفية كده انوار سيدنا النبي وطلع النور المبين وحاجة جميلة. اي واحد هيفكر انه
لانه مسلم هيقعد في بيتهم جنب ماما ويا رب اشتغل؟ مش هيشتغل. المسلم بطبيعه حاله بيجيد الاخذ بالاسباب، بس ما بينساش ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فاللي هيعتمد على الدعاء ويسيب الاسباب مش هيجيله الخير. طب واللي هياخد بالاسباب وينسى المسبب ربنا سبحانه وتعالى هيبقى خيره منزوع البركه، منزوع الدسع، مش هيبقى عنده خير. ولذلك المسلم يقف بين امرين، بين الاخذ بالاسباب وبين الدعاء لله تبارك وتعالى. وبيني وبينكم احنا مش مخلوقين في الدنيا عشان ناخد بالاسباب بس، احنا مخلوقين في الدنيا عشان نعافر فيها. ربنا اللي قال كده، قال لقد خلقنا الانسان في كبد. كبد ده شده المعاناه. فتستغرب، مش الانسان دي الالف واللام للجنس يعني كل الانسان؟ مش في اللغه العربيه دي معناها كده جنس الانسان؟ طب ما جنس الانسان يا مولانا فيه الغني وفيه القائد وفيه الزعيم وفيه الرئيس وفيه الامير وفيه الوزير وفيه الفقير وفيه الغلبان وفيه المريض. ايه اللي خلى الغني في كبد؟ وايه اللي خلى صاحب المنصب في كبد؟ قال لك لا، اي انسان في الدنيا في كبد يكفيه مكابدة ان النعمة التي عنده ستزول. دي في حد ذاتها ازمة. فلن تجد نعيم مطلق في الدنيا. ولذلك رسالة لاخوات الشباب وانا اوله، احنا مش مخلوقين في الدنيا عشان ناخد بالاسباب بس، احنا مخلوقين في الدنيا عشان نعافر. اخبط في الدنيا وخليها تخبط فيك، خبطتك هتوجعها وخبطتها هتقويك. اوعى تنهار، اوعى. خد من الهجرة الدرس ده، اوعى تنهار. انا هذاكر هجيب مجموع يدخلني طب، شكرا. طب ذاكرت وجبت مجموع دخلني خدمة اجتماعية وماله، بس انا عملت اللي عليا. ولما اخش خدمة اجتماعية مش انتقاصا، مش انتقاصا ان خدمة اجتماعية وحشة، لما اخش خدمة اجتماعية ما وقفتش الدنيا، ايه المانع ان انا اجود واجتهد وابقى استاذ جامعة وابقى واضع استراتيجيات وبحوث ومش عارف ايه، ويستعان بيا في مجلس الوزراء ويستعان بيا في الجهة الفلانية ويستعان بيا مش عارف. الدنيا يا جماعة ما بتقفش. ولذلك ده الدرس بتاع الهجرة. ايه يعني النبي انتقل من مكة الى المدينة؟ ما وقفتش الدنيا. بعد ما ساب ولاد عمه واعمامه وعصابته راح المدينة بقى عنده دولة. اخد الاتصال ده يا ست منى، معاكي مين؟ استاذة فاطمة اهلا بيكي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة فاطمة. أنا مهندسة فاطمة يا دكتور إسلام. الله يسترك ويكرمك. المهندسة فاطمة ولا مين؟ أيوة يا فندم بالظبط. إزيك يا باشمهندسة فاطمة، عاملة إيه؟ الحمد لله على كل حال. إيه الأخبار؟ والله ولا جديد يا دكتور إسلام. والله يا فاطمة أنا خليت ناس كتير يتصلوا يحاولوا يتصلوا عليكي، واضح إن هم ضحكوا عليا. فاطمة مهندسة، فاطمة في كلية هندسة وعندها مشكلة في رجلها. فاطمة اللي كانت طلبت جهاز تعويضي علشان تقدر تروح الكلية. وأنا مهتم بقضية فاطمة لأني بعتبرها زي أختي ولمست فيها الصدق. وكلمت أكتر من حد وقال لي حاضر وخد رقم فاطمة، وفاطمة بتتواصل معايا شخصيا. لكن يعني حاضر يا فاطمة، نجدد العرض بتاع فاطمة تاني يا جماعة ونقول فاطمة نموذج للناس اللي بتطبق درس الهجرة، نموذج للناس اللي بتعافر في الدنيا. رجليها مش موجودة، ذاكرت، دخلت كلية هندسة، خدت سنة أولى. في سنة تانية واضح إن السكاشن والعمل بتاعها كتير فمش قادرة تكمل، فعايزة جهاز تعويضي، مش عايزة حاجة، مش عايزة أجاز يعني، مش عايزة عربية، عايزة جهاز تعويضي بس. ده نموذج للشخص اللي بيعافر في الدنيا. هو مش مستسلمة برضه مكملة. وبدعمك وبدعي لك يا فاطمة، وكنت بدعي لك في الحج بالاسم يا فاطمة. فاطمة نموذج للبنات اللي بألف راجل اللي الواحد يفخر بيهم. ربنا يسترك ويصونك ويحفظك. ست بهيجة أهلا بيكي. أيوة أهلا يا ست بهيجة، أهلا وسهلا. أهلا بيك. ازيك يا ست الكل، أموريني؟ الله يخليك. أنا مسنة أنا عندي 83 سنة. ما شاء الله. وبعدين ليا اولاد. انا يعني هم كلهم حلوين وبرين بيا، ما حدش وحش. بس انا معظم الوقت قاعده لوحدي. فهم بيقولوا لي انك تيجي عند كل واحده شويه، وانا مش عايز اعيش حياه حد. برافو عليك يا ماما. انا كده غلطانه؟ لا انت زي الفل. انا ما بحبش اعيش حياه حد. انت زي الفل، انت نموذج للام الجميله والله.
الله يخليك. والله انت ست مؤدبة ويعني يا زين البيت اللي حضرتك خرجت منه. الله يبارك. لكن وانت قاعدة بالليل لوحدك كده ما بتبقيش قلقانة، ما بتبقيش تعبانة، ما بتبقيش لا بالزي. انا بنام بدري، يعني بنام بعد العشاء، اصلي العشاء، بصحى بقى في تهدج بالليل واقرا قران. الله الله الله. طب بالله عليك يا ست بهيجة ما تنسانيش من دعائكي بالليل وانت بتصلي. ربنا يبارك لك. على فكرة انا بحبك انك شيخ مش متزمت. الله يرضى عنك. شيخ محبوح كده. ده الجديد بقى ان انا بروح الجيم كمان يا ست بهيج. لا لا مش جيم ولا حاجه، يعني انت يعني ما انتش مقفل يعني. الله يرضى عنك يا امنا، الله يرضى عنك، الله يبارك لك يا رب ويسترك. ست بهيجه نموذج للام اللي بتخاف على اولادها، عندها 83 سنه وعندها اولاد مؤدبين وبرين بيها، من شده البر ولادها كل واحد فيهم عنده شغله وحياته وبيته، فمش هيقدر يجي يقعد مع ماما، وده ما يعيبوش. ده ما يعيبوش، يعني يكون افضل لو عمل كده. فبيقولوا لها ماما بدل ما كل واحد فينا يجي يقعد عندك اسبوع، ما تيجي انت تدوري على بيوتنا. فهي قالت لا يا اولاد انا ما بحبش اخش حياه حد. ست زي الفل. عارفين ليه؟ لو الست بهيجه ده هي ملاك ومرات ابنها ملاك، الاثنين الملائكه دول لما يروحوا يقعدوا مع بعض هيبقوا شياطين. ليه؟ اي ست عايزه تحس ان هي خصوصيتها في بيتها، واي ام عايزه تحس ان ده ابنها. فبدون ما نقصد، ولا ست بهيجة تقصد ولا مرات ابنها تقصد، هيلاقوا نفسهم اصلا انا فترة كده هتلاقيها اول اسبوع مرحب بيها، بعد كده بقى في قيد. اذا كانت مرات ابنها بتقعد بهدوم معينة في البيت هتبقى مكسوفة ان حماتها موجودة، اذا كانت مرات ابنها بتندع على ابن على جوزها يعني باي حاجة كده، هتبقى لو سمعت مرات ابنها وابنها بيشدوا مع بعض هيبقى في حرج. وكذلك عند الناس الفلاحين اللي زي حالاتنا، نقول ايه؟ ما ينفعش الام تروح تقعد عند جوز البنت. اي نعم هو زي ابنها بس مش عصابها، ودي رساله لكل واحد بيتنصل من امه. ما ينفعش تقول ما قاعده عند اختي، هي بنتها، بنتها دي تيجي تخدمها عندك في بيتك، لكن بيتك مفتوح ليك. الفلاحين زمان كان يقول لك ايه؟ نام عند اختك وما تاكلش عندها، وكل عند اخوك وما تنامش عنده. كلمتين كده بسيطين، نام عند اختك لانك محرمها، لو جوزها دخل ولقاك نايم في اوضه نوم يقول لك ماله اخوه، ما تاكلش عندها عشان ما يجيش يقول لك ايه ده انا ماكله، وكل عند اخوك لان اخوك ده عصبك مالك ماله، وما تنامش عنده لانك مش محرم مراته. ال 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 الحاجات البسيطه دي زمان كانت مخليه الناس يشيلوا بعض فوق رؤوس بعض. لما حصل هروسه في القواعد والاصول، ودايما العرف الصحيح بيتمم للدين، ولذلك الدين ساب امور كتير للعرف، زي تحديد مهر البنت، زي فرش البيت، زي حاجات كتير قوي. فلما كانت الناس بتراعي الاصول دي كانت الدنيا عايشه. بدعي ليه لماما بهيجه الست اللي عندها 83 سنه؟ هي اكيد وهي قاعده لوحدها تعبانه، بس اشتلت راحه ولادها بتعبها. نموذج للام الجميله. ونيجي بقى نقول لاخواتي اللي هم ولاد الست بهيجه، يعني لو واحد فيكم عنده استعداد يروح يبات مع امه ليله يبقى زي الفل، بنتها تروح تقعد معاها ليله زي الفل، بحيث برضو ان احنا نقانس وحدتها ونكبر بخاطرها ونفتكر الجميل اللي هي عملته فينا ده جميل، لان الواجب ان انا كنت تحت رجلها. فهي خلت الواجب ده جائز مباح. انا مسامحاكم يا اولاد، ربنا يسترك ويكبر بخاطرك ويرضيك ويبارك في ابائنا وامهاتنا ويبارك في اخواتنا ويعيننا على بر ابائنا يا رب العالمين. وامورين وامور يا ست النهارده عشان الهجره يا ست منى اللي تامر بيها انا هعمله. استاذه امل. وعليكم السلام يا امل. ازي حضرتك؟ الله يرضى عنك ويكرمك ويكبر بخاطرك. ما حضرتك ممكن اطلب من حضرتك طلب يا ريت تساعدني فيه. اموري حضرتك معلش ممكن بس تسمعني دقيقتين اتنين بس. وحياه امي انا سامعك بس قولي على طول. حضرتك كانت حماتي صرفه 40,000 جنيه من واحده. حماتك ايه؟ 40,000 جنيه من واحده. ليه تعمل بهم 40,000 جنيه؟ ايه؟ هتعمل بيهم ايه ال 40,000؟ كانت حضرتك كان جوزي شارع عربيه والعربيه دي عملت حادثه. وجوزي اتسجن وكان عليه 40,000 جنيه للراجل صاحب العربيه. فهي قالت لنا صاحبه البيت اللي احنا قاعدين فيه قالت لنا هندفعهم لكم لو ما دفعتهمش هكتب لكم هاخد الشقه من تحت. فحضرتك دلوقتي انا بقالي اكتر من 5 اشهر عماله بعمل جمعيات وبشتغل وبسددهم. سددتي كام من ال 40,000 يا امل؟ دلوقتي انا حضرتك يعني دلوقتي انا دلوقتي معاكش الا 9,000 جنيه
وانا مش قادرة اسددهم خلاص. انت سددتي من ال 40,000 31,000؟ ايوه. لوحدك يعني؟ ايوه لوحدي. جدع يا امل. طيب سيبي رقمك مع الست منى بقى وربنا يكرمنا وحد يتواصل معانا يا امل. ربنا يبارك فيكي. طيب يا ست منى، طب اقول سبب ولا خلاص؟ طيب خلاص عشان الست منى ما تزعلش. استاذ احمد. الو. اهلا يا استاذ احمد. اهلا يا شيخ. امرني يا غالي. طب دلوقتي يا شيخ انا دلوقتي عندي، انا شاب عندي 22 سنه. عندك كام سنه؟ 22. 22. دلوقتي يا شيخ انا بقالي فتره بيجيلي وسواس ان انا هموت خلاص. 22 سنه. عندك وسواس ان انت هتموت خلاص؟ طيب يا حبيبي. وكان بيجي وبيروح عادي كده. اه. بقالي بقى يعني بقاله بتاع شهر دلوقتي بيجي بقى بدي سنة. تمام. بيجي بقى ان انا هموت ونفسي بيضيق ما اعرفش اخد نفسي. اه. وطبعا دخلت على النت بقى عن وسواس الموت وكده. يا دي الشيخ جوجل اللي موديني موديك في داهيه. الشيخ جوجل ده هيسوحك. سيبك بقى من الليله دي كلها، انت دلوقتي بقالك شهر الوسواس عندك ان انت خلاص هتموت. يا احمد. ايوه. خلاص الشهر بقى دلوقتي كل يوم انت حاسس ان انت هتموت صح؟ وبقى في كرشه نفس وبقى في حاجات كتير. انا عايز اسال سؤال بقى، انت بتعمل ايه في حياتك؟ يعني انت مخلص دراسه ولا بتشتغل ولا بتعمل ايه؟ لا انا لسه في الدراسه. لايه؟ لسه في الدراسه. في الدراسه بتدرس ايه يا جميل؟ انا في اداره اعمال. اداره اعمال تجاره يعني. اه. حاجة حلوة زي الفل. وبتروح الجامعة ولا بتكسل تروح الجامعة؟ لا بروح الجامعة كل يوم. بتروح الجامعة وفي أصحاب بتخرج معاهم ولا مفيش؟ اه في أصحاب. مش عارف، حاسس إن أنت بتقعد في البيت كده خجول ما بتخرجش. أنا بقالي فترة عايش لي سنة حتى. لما جالي الإحساس ده ما كنت حتى بلعب رياضة بطلت رياضة. بتلعب رياضة؟ بتلعب إيه رياضة إيه؟ كنت بلعب جيم حديد. جيم حديد، أنت زومل بقى. أيوه كده اضحك كده. أنت بتلعب تيمات ولا تمرين عشوائي كده؟ لا بتلعب تيمات يعني. لا ده انا خطير في موضوع الجيم ده يا احمد. طيب في اخوات عندك في البيت؟ عندي. وبابا وماما موجودين ولا منفصلين ولا ظروفهم ايه؟ الحمد لله موجودين. علاقتهم حلوه ببعض ولا بيتخانقوا مع بعض؟ لا كويسين الحمد لله. كويسين. وبيقولوا لك انت ايه بقى وانت قاعد لوحدك كده قافل الاوضه على نفسك؟ لا اطلع ما تقعدش كده، اطلع معانا انزل صحابك كده. طب واخواتك فين يا جميل في الليله دي؟ اخواتي انا ليا اخ اصغر واخويا الكبير مسافر بره. اه. طيب احمد اخوك بيدردش معاك، انت مريت بقصه حب فشلت بقى قبل كده؟ لا بس من زمان بقى يعني. كان زمان لكن لسه موجوده في حياتك يعني؟ دلوقتي اه دلوقتي في قصه حب فشلت. يا سلام عليا، يا سلام. تصدق ان انا بفكر اكتب فيلم يا ابو حميد. طيب ابو حميد انت زي الفل. انت كل المشكلة اللي عندك يا حمادة يا جميل انك مفيش هدف حقيقي في حياتك. واضح ان انت دخلت ادارة اعمال على غير ارادتك، ولا انا غلطان؟ طيب اكلم حمادة الجميل، واتصال حمادة الجميل ده حلو في الموضوع بتاعنا اللي هو الاخذ بالاسباب والمعافرة في الدنيا. اي شاب من شبابنا ومن اخواتي وانا واحد منهم، انا لما اتخرجت قعدت سنة كاملة في بيتنا ما اقدم في اي حاجة، ما يحصلش نصيب. شهر كامل انا قاعد في بيتنا كده، وانا الشيخ اللي حافظ القران وكل حاجه والدنيا قاعد كده في بيتنا، ما هروح فين بقى؟ الحمد لله متفوق دراسيا وبتاع، بس كل ما اتقدم في حاجه ما يحصلش. فقعدت كده في بيتنا ما اتكلمش بعد شهر. يعني ايه اللي هتستفاد ايه؟ ما هتفضل قاعد بحطت ايدك. الزمن ما بيستناش حد، تفضل الايام تعدي وانت قاعد. ما تفوق لنفسك، ايه اللي هيحصل لك يعني؟ قوم اشتغل. طب اشتغل ايه؟ انا ما فيش في ايدي حاجه اشتغل بيها. انا راجل حافظ كتاب ربنا، وماله؟ نعلم الناس كتاب ربنا، بركه كتاب ربنا تمسك بعد كده. كذلك شبابنا بعضهم بيظن انه لما يقدم في الحربيه وما يحصلوش نصيب الدنيا باظت، ولما يخش حقوق ويقدم في نيابه وما يحصلوش نصيب الدنيا فرطت من ايده. مين قال كده؟ تعال نشوف الهجره كده. النبي اللي أعمامه اللي المفروض يدافع عنه سابوه، مش سابوه، أذوه. عافر، خرج، نشر دعوته. يا أحمد أنت ما عندكش مشكلة، أنت كل القضية إنك محتاج هدف في حياتك حقيقي. عندك أب وأم كويسين، عندك إخواتك، وعندك حياتك. وبالنسبة للموضوع الموت ده أنا مش هطمنك، أصل أنا وأنت واللي بيتفرجوا علينا دول كلهم هيموتوا. محدش عارف
هيموت امتى؟ انا مش متقمص دور عم ضياء طبعا يعني بقول للناس كله راح، لا، انما ربنا قال انك ميت وانهم ميتون، وربنا قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. كان لنا حد صديق كان امنيه حياته انه يدفن في ارض مكه او المدينه، فكان لما يمرض او يعمل عمليه يروح يعملها هناك. في اخر مرض له راح مريض، راح عمل عمليه هناك، خرج من العمليه شوف الراجل تماما، رجع مات في مطار القاهره. هو مش عارف هو هيموت فين، هو بيتحايل او نفسه يموت هناك عشان ربنا يبارك له ببركه الارض دي، لكن محدش يا احمد عارف هو هيموت فين. هذا الهاجس جاي لك لانك فاضي، عندك وقت فراغ كتير، عندك وقت تقعد تفكر. نعمه كبيره من ربنا ان الواحد فينا يكون مشغول لدرجه انه مش قادر يرتاح غير الساعه 8 ساعات بتوع بالليل، دي نعمه، لان على طول ذهنه مشغول بشغله، ما عندوش استعداد يقعد يفكر، ما عندوش استعداد ينحرف، ما عندوش استعداد يقعد ساعتين على القهوة، ما عندوش استعداد. انزل الجيم يا أحمد، واخرج مع أصحابك، وصلي كويس، وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعيش حياتك، وكمل دراستك، الدنيا زي الفل. لن تجد راحة كاملة في الدنيا. مش معنى أنا بقول لك إن الدنيا زي الفل لأنك هتبقى زي الفل، ربنا اللي قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، الدنيا هي دار المعاناة. لن تجد صاحب نفوذ او صاحب مال او فقير او مريض او صحيح مرتاح في الدنيا، لانه ده كله زائل، ده كله هيزول. الفقر هيزول، والغنى هيزول، والصحة هتزول، والمنصب هيزول، هيزول اما بوفاة الشخص او بقيام القيامة. الدنيا في المتاع في الدنيا منتهي، ولذلك ربنا سمى الحياة في دلوقتي دنيا، والاخرة سماها الحياة الاخرة لانها دائمة لا تنقطع، سماها دنيا لأنها ستنقطع وفيها من الدنو. ولذلك في أول دروس الهجرة للشباب والكبار والصغيرين والمشايخ واللي مش مشايخ، إن الدنيا ما بتقفش، وتكتب كده عنوان للهجرة: الهموم مثل الغموم، الهموم مثل الغموم، ما اجتمعت إلا لتمطر، لكن سماء همومك عندما ستمطر ستمطر فرجا ينسيك ما أصابك. الكلمتين دول معناهم إيه؟ الهموم والمصايب والبلاوي عاملة زي السحاب بتاع السماء، زي غيوم السماء، لما تجتمع غيوم السماء الناس تفرح، ليه؟ ناس فرحانين يقول لك الدنيا هتمطر. كذلك الهموم بتاعتك تفضل تتكون، تتكون من هنا ومن هنا ومن هنا لغاية ما تمطر. لما تمطر مش هتمطر نقط مية، هتمطر فرج. الفرج ده سينسيك كل ما أصابك. ست منى معاك مين؟ استاذ اشرف. يا استاذ اشرف. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، والله انا كنت حلفت طلاق على المدام، ان انا قلت لها عليا الطلاق ما انا واكل من ايدك حاجه، اعمل ايه حضرتك؟ قلت لها ايه؟ قلت لها حلفت طلاق. بس انا يعني ايه مندفع شويه وباخد برشام للاعصاب يعني. قلت لها عليها الطلاق ما انا واكل من ايدك حاجه. طب اعمل ايه حضرتك؟ صوم بقى. صوم. نعم؟ صوم. اصوم؟ اصوم كام يوم؟ لا، صوم ما تاكلش من ايدها بقى، مش انت قلت عليها الطلاق ما انا واكل من ايدك؟ هنعمل ايه طيب يا عم الحاج اشرف؟ معلش والله انا ما كنتش يعني عندي دفعه شويه، معلش. انت عندك كام سنه يا عم اشرف؟ انا عندي 58. حاضر يا عم اشرف. الله يكرمك سيدنا. الله يرضى عنك، اسمعني يا عم. الله يكرمك. بصوا، السلام عليكم. وعليكم السلام. بصوا يا احباب، فتاوى الطلاق تحديدا احنا دايما بنحيلها لدار الافتاء لسبب، لان خراب البيوت وحش، ومش معنى ان الشرع الحنيف عندنا جعل ايمان الطلاق ان احنا نتساهل، بالعكس. يعني عايز اقول لكم مشايخنا بيتلككوا على اي يمين انه ما يقعش، بس في ايمان كده بتقف قدامك خلاص انت مش قادر تتصرف. على كل، يا عم اشرف، بعد 58 سنه وحضرتك عندك بتقول اعصابي، يعني باخد دواء الاعصاب، يعني الست اللي معاك شقيانه معاك، معلش تعالى على نفسك شويه واستحملها وطول بالك. وفي ايمان كده تبقى غريبه، على الطلاق من تراح عند ابوك، امال هتروح عند مين؟ على الطلاق من تراح، ما انا واكل من ايدك، هتاكل من رجلها يعني مثلا؟ على الطلاق من تنزل من على السلم، طب نحذفها من الشباك؟ فالايمان دي خطورتها مش في انها تقع او لا تقع، خطورتها في انها بتكون اهانه شديده للست. على كل،
علي الطلاق من الايمان اللي العلماء حملوها على صيغه النذر، يعني كانها حلفان. طب الحلفان ده انا لو مش عايزه يقع، لان العلماء تكلموا، هل الرجل يريد ايقاعه ام لا يريد ايقاعه؟ اذا كان لا يريد ايقاعه يكفر عنه باطعام 10 مساكين وهياكلوا من ايديها برضو. يا عم اشرف، يا نهار ابيض يا عم اشرف، ربنا يرضى عنك ويشفيك ويعافيك. طيب اذا يا عم اشرف تكفر عن هذا اليمين باطعام 10 مساكين. حد هيقول لي او صيام 3 ايام، لا 10 مساكين الاول، الاطعام مقدم على الصيام عشان الناس بتستسهل. يجي يقول له والله لا انت واكل يا عم الحاج، فيقول له لا مش واكل انا لسه واكل دلوقتي اهو، يقول له يا جدع كل انا مش قادر اصوم. مين قال لك ان الصيام في الاول؟ لا الاطعام في الاول، احنا انت هتنقي على مزاجك، لا الاطعام مقدم على الصيام لمصلحه الفقير. شفت الشرع ومقصده وجماله جاي منين؟ بيديك نوع من انواع العقاب، وفي نفس الوقت عقابك يكون في مصلحه الفقير. طب انا فقران وما عنديش، تنتقل للايه؟ للصيام. خلينا ناخد تاني درس من دروس الهجره، الاذى. هو الاذى ده درس؟ ده اعظم درس. بعض الاحباب بيظنوا انه عشان صلى مش هيعيا، وانه عشان صام هيبقى غني، وانه عشان تصدق العيال هيخشوا افضل الكليات. لا، عبادتك مش مرادف لرزقك، بالعكس اكثر الناس بلاء الذين يتعبدون الى الله، اكثر الناس بلاء الذين يتعبدون الى الله. مش معنى كده ان بقنتك في العباده، ومش معنى كده ان المتعبد الى الله وحش، لا، المتعبد الى الله ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، فبيبتليه، يفضل يبتليه، يطلع من بلاء لبلاء. ليه؟ حتى يلقى الله وما عليه من اوزار الدنيا من شيء. فتجد عم الحاج مثلا ايه؟ راجل صالح ومؤمن متدين. فعي. بعدها باسبوع راحت بنته عيانه، بعدها باسبوع مراته ايديها اتكسرت، تيجي خالتي مستكه تقول له والله محسود يا عم الحاج، يا ست مش محسود، سيبيه في حاله. وتفضل بقى تقول له محسود عشان يروح للشيخ فلان ويعمل اعمال ما يرضى عنها ربنا. لا، سيبوه. ده راجل صالح ابتلي لأنه صالح. طيب ده خدناه من الهجرة منين؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم، خير العابدين وخير الحامدين وأكثر الناس ذكرا لرب العالمين، ابتلي في أهله، ابتلي في كل شيء حواليه، لكنه صبر. معنى كده أن ربنا ما بيحبش سيدنا صلى الله عليه وسلم. إيه يعني اتخرجت وقعدت سنة ما اشتغلتش في مرحلة ابتلاء؟ ايه يعني اشتغلت وحصل مشكلة في الشغل وخرجت من الشغل وسبت الشغل وقعدت، ربما تكون محطة لشيء اجمل. بلاش توقف حياتك عند محطة معينة. ولذلك الدرس الاخطر في الهجرة، بعض شبابنا وبعض اولادنا الصغيرين يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطرد من مكة. لا استنى استنى، وتيجي لحد كده لسه مثلا رجليه جايه في الدين قريب، فيقول لك مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نصره، ليه اهل مكه طردوه؟ لا، خد الحكايه من الاول، خد الفيلم من اوله. يعني بلاش ايه تبتدي الفيلم من عند التتر بتاع فيلم الشيماء، لا تعالى خد الحته المقدمه قبل فيلم الشيماء، قبل ما اتفرج على فيلم الشيماء خد المقدمه دي من عند انا الاول. اللي حصل يا سيدي ان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيحب يصلي، وكانت افضل صلاه عنده وهو بيصلي جوه الكعبه او قدام الكعبه. ربنا يوعدنا يا رب بصلاه جوه الكعبه. بالمناسبه اللي بيصلي جوه الكعبه ملوش قبل لانه في السنتر. فسيدنا صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قدام الكعبه، فاهل مكه قالوا له ايه؟ لو خرجت تصلي قدام الكعبه تاني هنضرب عنقك، يعني هنطقق راسك، نجيب حجر كده وندش راسك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا لما قطعش الصلاه، ودي رساله بقى لكل واحد بيقول انا بصلي وبقطع. لما تكون بتصلي علشان خاطر الامتحان هتصلي وتقطع لما الامتحان يعدي، لما تكون بتصلي علشان خاطر الشغل هتصلي وتقطع عشان ايه الشغل جه، لما تكوني بتصلي علشان خاطر جوزك ما يتجوزش عليكي لما ما يتجوزش عليكي هتبطلي صلاه، لما تكون بتصلي عشان خاطر بابا قال لك صلي لما بابا يموت هتبطل صلاه. امال امتى اقتنع وما بطلش صلاه؟ لما تصلي عشان ربنا قال لي اصلي. لكن لو واحد بيصلي كده عشان ربنا ما يعافيه من المرض فيمرض هيبطل صلاه. لن العلاج الوحيد لكل انسان بيصلي ويبطل صلاه انه يقتنع انه يصلي لله، مش عشان خاطر جوزي ما يقولش عليا ما تصليش، مش عشان خاطر ابويا ما يعاقبنيش، مش عشان خاطر الناس يشوفوني انا بصلي. فسيدنا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لو خرجت قدام الكعبه تصلي تاني هنضرب عنقك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هموش.
فخرج في يوم قدام الكعبة صلى، فراح قايم واحد من أهل قريش خلى سيدنا صلى الله عليه وسلم ساجد وحط رجله على رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومرغ أنف النبي في التراب ومسكتش على كده، وأمرهم أن يحضروا سلى جزور. سلى جزور اللي هي أكلة حلوة عند كتير من الناس، الفشة والكرشة والأمعاء بتاعة الجمل، وأحضرها كما هي ووضعها على ظهر النبي. الصحابة في الوقت ده كانوا في مكة مستضعفين، محدش قادر يقرب. مين اللي قرب يا أحباب؟ السيدة فاطمة بنت رسول الله. جريت جري على سيدنا النبي وفي الحالة دي، وأنا أكاد أجزم أن سيدنا النبي في الحالة دي ما كانش حاسس، لأنه لو أي حد ما كان سيدنا النبي كان مات، ما هو نفسه مقطوع. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في معية ربنا، كان في حالة تانية خالص. فالسيدة فاطمة جريت جري على سيدنا صلى الله عليه وسلم ورامت، مش هتعرف تدافع يعني، مش هتعرف تشد ده وتزق ده وتضرب ده، فراحت نايمة على ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى الضرب ينزل على سيدة فاطمة. ففي المشهد ده سيدنا النبي حزن حزنا شديدا، لكن قال لسيدة فاطمة من بعد المشهد ده: أنت أم أبيك، يعني أنت مش بنتي يا فاطمة، أنت أمي. شفت الخلفة الحلوة، حتى لو كانت بنات مش صبيان. وكان كل ما يشوف السيدة فاطمة بعد كده يقوم لها واقفا ويقول مرحبا بأمي أبيها. طيب يا ست بسمة، أستاذة بسمة بتقول لي اطلع فاصل عشان السنس بس، وتعمل سنس كده للأستاذة المشاهدين. نطلع فاصل ونرجع نكمل فكرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم اطرد من مكة ولا هو اللي اختار الخروج؟ فاصل ونرجع تاني. يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. ومعانا الأستاذة سرية، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست سرية، أموريني. ما شاء الله عليك، الكلمة اللي بتقولها أول برنامج وفي نص البرنامج، يعني ربنا يبارك لك عليها، كل دقيقة بنكررها ورب ناخد ثواب كبير. الله يرضى عنك ويكرمك ويكتب لك الحج والعمرة يا رب العالمين. يا رب يا رب جاي لي والنبي. أنا بس عندي حاجة بعد إذن حضرتك أقولها. اتفضلي. أنا يعني الحمد لله ربنا مبارزيني بأختي، والدي والدتي الحمد لله يعني ربنا ما كتب لهمش العيشة، ماتوا وسابوها لي. هي عندها إعاقة يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. أنا الحمد لله مكفيها من كل حاجة والحمد لله شغالة والحمد لله، وربنا رزقني بسببها والله العظيم الحمد لله. تمام. أنا بس كل مشكلتي إن أنا بسيبها طول النهار في البيت، ما بتعرفش طبعا ايديها الاثنين، ما بتعرفش تاكل ولا تشرب. كل مشكلتي في مكان التريكو، علشان اقعد جنبها افطرها واغذيها واعطيها، اشتغل في البيت واودي برضه للمصانع او كده. كل مشكلتي. وانت بتعرفي تعملي شغل التريكو يا استاذه سرية ولا ايه؟ انا شغاله في مصنع، والله شغاله في طيب. مصنع والحمد لله. بصي يا ست الحبايب، استاذنك تسيبي رقمك مع الاستاذه منى حاضر، واي حد من اخواتنا الغاليين الفضلاء اللي هيتواصلوا معانا نخليه يتواصل مع حضرتك، وربنا يجعلك بره باختك يا رب العالمين. وهي دي الحسنه الباقيه يا ست سرية، ربنا يبارك فيك ويسترك يا رب العالمين. معانا ام ايمن، ومحتاجه اكمل القصه يا استاذه بسمه بتاعه، هل النبي صلى الله عليه وسلم اطرد من مكه زي ما بعض الناس مفكرين، ولا هو اللي اختار انه يخرج؟ ام ايمن اتفضلي يا ست الكل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عنك. الله يبارك فيك يا حاجه. انا بحبك قوي يا ابني، ربنا يحبك. محتاجه اخد نصيحتك وشورتك يا حبيبي. اموريني. امرت عليك ظالم، انا ابني توفى من 4 شهور ونص. الله يرحمه. الله يخليك شاب ما عنديش غيره، محتاجه انك تصبر يا ابني، محتاجه اكلمك وتكلمني، وصلني رقمك. طب يا ماما سيب رقم تليفونك وانا هتصل بيك. والله حاضر حاضر. ربنا يخليك، انا بحبك. يا رب يحبك ويسترك ويكرمك ويصبر قلبك ويرضيك ويرضيك. والله العظيم كل الفضليات من السيدات اللي بيتصلوا بينا، امهاتي وعلى راسي من فوق، وكل ابائنا اللي بيتصلوا بيا على راسي من فوق، والله ومش بقصر لما باخد تليفون حد بتواصل معاه على قدر جهدي. وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويكرمكم، وإذا كان أبائنا لهم حق علينا فحضراتكم برضو لكم حق علينا، حق الآباء والأمهات، وخادم لكم كلكم، وربنا يقدرني أن أكون ابن بار لحضراتكم كلكم دون غرض ودون طمع في أي شيء، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا بدعواتكم. ست أم أيمن ربنا يصبر قلبك. خليني أكمل بسرعة يا ست منى، بس فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل الموقف معاه ده قدام الكعبة وداسوا على راسه صلى الله عليه وسلم وحطوا أحشاء الجمل على ظهره، وجت سيدة فاطمة نامت على ظهر أبيها. يا سلام يا سلام على المشهد يا أخي، يا سلام على تقطيعة القلب.
والبنت قلبها مفطور على ابوها ونايمة على ظهر ابوها واهل قريش عمالين الكفار في وقتها عمالين يضربوا، يا الله. ويقوم سيدنا النبي ياخدها تحت باطه ويقول لها انت ام ابوك. ويوم ده كان اشد يوم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. في اليوم ده السماء كلها تحركت لحزن رسول الله. شوف كتايب الملائكة كلها في السماء تحركت بأمر من الله لحزن رسول الله. ونب عنهم سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال. ايه اللي حصل؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم في الجيش بتاعه هيبقى عنده سلاح لن تملكه اي دولة عظمى او شديدة العظمة لغاية ما تقوم القيامة. ايه هو السلاح؟ الجبال تتحرك. يعملوا اللي هم عايزينه بقى، يكتشفوا نووي ذري اي حاجة، قنبلة هيدروجينية، الا تحريك الجبال ده محدش هيحصل له غير سيدنا صلى الله عليه وسلم. الجبل يتحرك ويرجع مكانه. فنزل سيدنا جبريل لرسول الله وقال السلام، يقرؤك السلام ويقول لك ان ملك الجبال يأتمر بامرك، ان شئت اطبق عليهم الاخشبين. في معاجم اللغة الاخشبين دي جبال بتطوق مكة، تطلع كده تمشي كأنها على اواعد من العجل كده، تعمل الكفار كده هو ترجع تاني. أعظم درس في رحمة سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال ويهلك يا جبريل، قال ويهلك يا رسول الله، قال فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. هي دي الدعوة الحقيقية، هي دي. سيدنا النبي بيدينا درس أن من يبني لا يعرف الهد، اللي بيبني ما بيعرفش يهد. في الأرياف عندنا تيجي واحد يبني لك حيطة كده، فلما يبنيها ما تعجبكش تقول له هدها، اقول له لا انا ما بهدش، في واحد تاني بيهد. دايما كده اللي بيبني ما بيهدش. فسيدنا صلى الله عليه وسلم عارف ان دول لو ماتوا هيموتوا على كفرهم، يبقى في نار، يبقى في عذاب. طب انا كده خسرت ليه؟ لان راس مال سيدنا النبي مش فلوس، راس مال سيدنا النبي الناس اتباعه اللي هيتبعوه. فسيدنا النبي قال له دعهم يا جبريل، عسى ان يخرج من اصلابهم من يشهد ان لا اله الا الله. واختار سيدنا النبي الحل الاصعب، انه يخرج ويسيب مكة مع انه كان قادر يبص يدكها دك. ودي رسالة للجماعات الارهابية، اذا كنت شايف ان احنا على باطل، واذا كنت شايف ان احنا ماشيين غلط، واذا كنت شايف ان زي ما انت بتقول ان احنا دولة كفرة زي ما انتوا بتقولوا، ما هو مش الحل ان انت تفجر او تدمر. الحل اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انك تعالج من غير ما تأذي. من يبني لا يعرف الهدم، وده اللي بيأكد لنا ان احنا على الحق. خدوا بالكم، محدش يعني محدش بشري معاه الحق المطلق، لكن مش معنى ان انت مش معاك الحق المطلق انك تمشي على الباطل. يعني ما يجي مثلا راجل ومراته متخانقين يقول لك هي اللي غلطانه، تقول لا هو اللي غلطان. طب انتوا الاثنين غلطانين، عشان محدش معاه الصح المطلق ومحدش معاه الغلط المطلق. فكل يوم بقى نتأكد لما نسمع تفجير وضرب وقتل وسفك، لا 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 لا، مش هو ده هدي سيدنا النبي يا جماعه، انتوا تضحكوا علينا. سيدنا النبي عمره ما فجر وعمره ما دمر، عمره وهو خارج من مكة قال لك طب ما ندك لهم الكعبة بقى عشان ايه ينعيش عيشة فل يموت احنا الكل. المبدأ ده مش موجود عند اللي بيصلح. وبعدين يختار بقى انه يخرج ويسيب بلده ويسيب اهله ويروح مكان تاني. الفكرة اللي عايزين نقصلها حب الوطن. وبعض الناس يقول لك المشايخ بقى ايه بيغردوا مع السرب، بيقولوا اي كلام. لا، حب الوطن على فكرة بجد يعني مش مرتبط بشيء معين. في واحد ممكن يحب وطنه عشان مكان، في واحد ممكن يحب وطنه عشان شخص، في واحد ممكن يحب وطنه علشان بيته اللي كان قاعد فيه. ولن تجد شخص كان يصلح في وطنه شاف ساعة هنا في وطنه. اي واحد بيصلح في مكان ما يشوفش ساعة هنا. ليه؟ لانه هيتعب، الناس مش عايزاه كده. بس ما تجدهوش ابدا يكره وطنه، والا كان بطل، كان بطل انه يصلح الناس. فسيدنا النبي ادانا النموذج الامثل في حب وطنه. وعلى فكره ما كانش بيحب مكه عشان اعمامه اللي خذلوه، ولا اولاد عمه، ولا اي حد. هو قال كلمه يشهد الله انك احب بلاد الله الى الله، وقال قلب رسول الله. عشان ايه؟ عشان الكعبه. فكان بيحب وطنه عشان الكعبه، مش عيب. انا بحب وطني يا سيدي عشان الازهر اللي اتعلمت فيه، ايه المشكله؟ انا بحب وطني عشان شيخي اللي رباني ما يعبنيش، انا بحب وطني عشان مدرستي اللي تربيت فيها ما يجراش حاجه. مش معنى كده ان انت كلت الشهد في وطنك، مفيش حد بياكل الشهد، كله بيشقى، كله بيتعب. لكن يبقى لحب الوطن حظ في رساله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده التأصيل الشرعي بتاعها. انا مش بقول لك حب الوطن عشان هو كده باكج على بعضه، لا، حب الوطن عشان ابوك وامك، حب الوطن عشان مثلك الاعلى، حب الوطن عشان مكان انت مرتبط بيه. في واحد بيحب بلدهم عشان الجامع اللي بيصلي فيه، في شيخ بيخطب كويس، فهو مش الجامع نفسه، لا، الشيخ اللي بيخطب كويس، ما يعيبوش انه بيحب بلدهم عشان دي. الفكره كلها ان كان سيدنا صلى الله عليه وسلم قادر ان يؤمر اي حد من المسلمين يهد الكعبه وخارج. لا، طب والكعبه ذنبها ايه؟ الوطن ذنبه ايه؟ في ناس مش كويسين، خلاص الوطن لا يؤذى الوطن. ناس كتير ما بتحبش الكلام ده، لكن احنا لازم نقوله، لان هو ناس كتير ما بتحبش الصح بس لازم نقوله. وكان يقول لك لما تقول الحق الناس تكرهك، طب ما يكرهونا في الله. كان الراجل يقول يحبوا ان يكرهونا في الله. هو ده التأصيل الرسمي بتاع حب الوطن. سيدنا لما حبش الوطن عشان خاطر ابو لهب مثلا، ما حبش الوطن عشان رمز من رموز الكفر، ما هو عارف ان دول كفار، لكن حب الوطن علشان في الكعبه اللي هي شاهد صدق على رساله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعيبش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وانا بعد ما سمعت كلامك ده بقى وبتطلب مني ان ارضى واخد درس الرضا من الهجره، طب انا ارضى ازاي؟ ايوه، تعالى نتكلم بقى كلام مفيد. شوف يا سيدي، طول ما خالتي مسعده وعمتي مستكه وابلة بهانه قاعده جنبك وتقول لك قول يا اخويا الحمد لله، الحمد لله انها جت في دراعك ما جتش في رجلك، هتقولي الحمد لله مش رضا. طول ما انت قاعد بس تقول الحمد لله، ما انت مش هترضى، مش هتوصل لمرحله الرضا، هتقول الحمد لله عشان تجامل الناس. اذا ظللت تنظر الى ما اخذ الله منك لن ترضى، سترضى فقط عندما تنظر الى ما ترك الله لك. بمعنى طول ما انت قاعد عمال تبص ان انا عملت حادثه بالعربيه والعربيه مش نافعه نفسها تاني وحاطط العربيه قدامك ومصوره وكل شويه تبص على الصوره، مش هترضى، هتفضل تفتكر العربيه. لكن لما تبص لما ترك الله لك، انا خرجت من العربيه ما فيهاش خدش، هترضى. الموقف واحد بس النظره مختلفه. طول ما انت قاعد باصص ان انت سبت الشغل، هيجي لك جلطه وسكر وضغط وتموت، ومراتك تتجوز بعد منك، اه والله، والعيال يورثوا وانت مت. انما طول ما انت باصص ان انا سبت الشغل بس كان عندي 50-60 ألف جنيه في البنك يسترني على ما ادور شغل تاني، ترضى. فلسفة الاحكام في الاسلام قائمة على قلبك انت. حاضر يا ست منى، فلسفة الاحكام في الاسلام قائمة على قلبك مش على التلقي. يعني مش عشان انا اقول لك كلمتين حلوين فيعجبوك انت كده هتبقى مسلم، لا. ميزان الاحكام في الاسلام قلبك، انت هتاخد الحكم ده تطبقه باي منظور. زي بالظبط اللي بيعمل الخير، في واحد بيعمل الخير بالشر وفي واحد بيعمل الخير بالخير. نموذج وهقوله واكرره، واحد جم قالوا له بابا مات، بابا نور عيني قلبي من جوه، بابا مات لازم اعمل له حاجه. وماله؟ اعمل حاجه، هعمل له مبرد ميه، كولدير يعني اللي بيحط في الشارع، كتر خيرك. هتعمله ازاي؟ اعمل حاجه، هيغرم 4-5 آلاف جنيه اللي هو سعر المبرد، ويقوم سارق له ميه من الحكومه وكهرباء برضه من الحكومه، دي سرقه، ده خير؟ والله ما خير. وبعدين اهي دي عدت ماشي، بعد شويه الحنفيه بتاعه المبرد هتبوظ، هتفضل تنقط ميه تغرق الشارع والشارع اللي جنبه، ده خير؟ ده مش خير. لذلك فلسفه الاحكام في الاسلام قائمه على الجمال. انا اروح اصلي، طب هتصلي شكلك ايه؟ حاطط شويه برفان كده وجلابيه حلوه عشان اروح الجامع. واحد تاني يروح بص بقى الناس مش طايقه ريحته فيقفوا جنبه في الجامع يطفشوا من الجامع، ده برضو مش مبرر ان احنا نمبزه ونقول له اف والله، لا. برضو فلسفه فعل الخير في الاسلام، يقوم واحد كده جميل كده معاه حته ازازه عطر من الحلوه دي، بلاش العطر اللي هو الزيت التقيل ده اللي بيخلي الواحد قاعد عمال يهرش في ايده ده، قول له خد ابقى حط من دي، فالراجل هيحرج هيتكسف، بس في نفس الوقت ما قطعناهوش من الجامع. لكن دلوقتي سهل جدا، ايه الراجل اللي ريحته معفنه ده جايبينه لنا يصلي؟ الراجل يتكسف يخش الجامع تاني. فلسفه الاحكام في الاسلام قائمه على الجمال، قائمه على الجمال. اول ما تلاقي واحد بينصح الناس بالقبح قول له اركن يا مولانا، اركن يا مولانا، سيدنا النبي ما كانش كده،
سيدنا النبي هو اللي علمنا الجمال في الاحكام. لما الراجل دخل والله العظيم بصوا سيدنا النبي ده اي واحد لو مش مسلم هيعرف ان هو سيدنا النبي نور، شخص قاعد بيطلع منه نور. فدخل الراجل الجامع لقى سيدنا النبي قاعد مع الصحابه مميز من غير ما يتكلم، لابس الجلابيه هوب شبمر الجلابيه، خد جنبه وعمل زي ما الناس بيعملوا، عمل حمام في الجامع والناس قاعده قدامه يلا ليله وده الجامع. فالصحابه هوب فسيدنا اهدوا هنعمل الخير بالجمال. الراجل ده لو قال له امسك يا جدع هيقطع البول بتاعه، هيجي له بقى التهاب في البروستاتا، التهاب في مجرى البول، هيروح يصرف له 50-60 درهم عند الدكتور، هيتخلق مننا سيبوه. بس خد بالك سيدنا النبي قال سيبوه ليه؟ لانه واثق ان الراجل ده ما يعرفش ان ده جامع. يعني كلامي مش معناه ان اي واحد يخش يعمل اي حاجه في بيت ربنا، هو عارف ان الراجل ده بدوي ما عندوش من الحضاره اللي تفهمه ان ده جامع. بعد ما الراجل خلص وتمام قال له تعالى ده جامع وما ينفعش تعمل كده. طب يا سيدنا النبي انت ما قلتليش ليه؟ قال له عشان كان هيصيبك اذى. الراجل حب سيدنا النبي قوي، يعني حتى انت خايف عليا يا سيدنا النبي وانا بعمل غلط؟ الصحابه بقى مش متوقعين او مش مستقبلين الامر ومش متفاهمين الامر، قالوا طب ونعمل ايه في الجامع دلوقتي يا سيدنا النبي؟ ندور على الارض كده ونعمل ايه؟ قالوا لا بسيطه جدا، هاتوا جرد الميه كبير اللي هو على راي الساده الاحناف ما دون القلتين، وصبوا على البتاع على مكان بول وهيبقى طاهر. كان سهل جدا نمسك الميكروفون في الجامع ونقول عم فلان ابو فلان دخل الجامع وعمل حمام في الجامع. ايه يعني؟ سهله بسيطه، افعلوا الخيره، انشروا الاحكام بالجمال. ست منى معاكي مين؟ ست اماني. يا ست اماني. الو يا استاذه هند. الو اهلا بيك يا ست هند. اهلا بيك. اموريني يا حضرتك. الله يرضى عنك ويسترك. الله يبارك لك. انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا طفلي هي سبب في مشاكل كتير عندي. ايه السبب في مشكلتك؟ انا بديها بقالي سنين، ربنا اللي بيدي. مين دي؟ مين دي؟ وما بقولش على حاجه. مين يا استاذه هند اللي بتقول؟ ارضيها بقدر الامكان. يا بابا استني بس عليا، مين انت بتتكلمي؟ الحمد لله، لان في الاول وفي الاخر بقول ربنا اللي بيدي. هي بتتكلم عن مين يا ست منى؟ سلفتك ولا مين؟ والدتك. والدتك. كملي بقى. هي يا شيخ بصالي وحاقدة عليا وحزاني، وناس كتير بقالي سنين يقولوا لي امك اللي بصالك، امك امك، وانا ما باخدش في بالي، وبرضه اقول لا انا بعمل اللي عليا وبراضي ربنا وبس. جدع. الموضوع زاد عن حده قوي، يعني خلاص نفسيتي تعبت، حاسه ان الصبر اللي جوايا خلص. طب ايه دي بس؟ اعمل ايه؟ طب اهدي، يعني ايه بصالك يعني؟ عايز افهم. عشان هي طول عمرها كان معاها وكانت يعني كانت متيسره، ولما كبرت وقعدت خلاص ما فيش، وبعدين هي ضيعت. طيب انت هي فقيره مش لاقيه دلوقتي؟ مش حكايه مش لاقيه، ليها معاش وانا بديها ما بخليهاش عايزه حاجه اللي نفسها فيه بعد. عرفت ازاي انها بصالك بس من غير ما الناس قالوا لك؟ انت عرفت ازاي من غير قالوا له دي؟ انت عرفت ازاي ان ماما بصالك؟ كتير. ها؟ ان كتير انا بنتي تعبانه. فكتير اما اروح لشيوخ ولا اروح لحد يشوف لي يقوم يقول لي ام انت بقى انت حد يشوف لي جامده. لا بس كفايه عليا كده، لا طالما انت جبت من الاخر حد يشوف لي دي يبقى انت اللي بصه لنفسك مش امك اللي بصالك. مش سكتنا السفلي ده يا ست هند، مش سكتنا. المسلم حتى وان ابتلي بهذا الامر ما يمشيش في السكه دي يا هند. ماما بصالك ده اللقمه اللي هتقعد في بق ماما حتى لو هي، بصي والله يا اخوانا، حتى لو الام فجره، مش ام هند، اي ام، الام اللقمه اللي هديها لها خلاص. فكره السحر والشعوذه بقت وحشه قوي اليومين دول، واثرت على بيوت كتير، وانا نفسي ان الساحر ومن يقوم باعمال الدجل ده يحاكم محاكمه القاتل، لانه بيقتل مجتمع. الساحر ومن يقوم باعمال الشعوذه ده مش مجرد شخص بيتحايل على الناس، ده بيقتل مجتمع. وانت جبت النهي، انا لما بروح عند شيخ من بتوع السفلي، على فكره بتاع السفلي ده مش شيخ، بتاع السفلي ده اخره الحمام مش شيخ. مفيش شيخ يمشي في السكه دي ابدا، مفيش شيخ يعرف ربنا يقول انا بتاع سفلي،
الشيخ اللي بيعرف ربنا بيكون راجل صالح يدعي للناس، انما ما يقولهمش هاتوا مستكه وحبهان وبخور وليله وشغلانه، ده يبقى دجال. وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي. الشيخ راجل بيعرف ربنا فلا يعبث باحلام الناس. مش معنى كلامي ان موضوع الاعمال والسحر ده مش موجود، لا موجود وهيظل موجود الى قيام الساعه. امال انا كراجل مؤمن اعمل ايه؟ اما انت بتقول لي ما تروحش للشيخ، اعمل ايه؟ ادعي ربنا يكشف عني، ده اللي انا اعرفه. احط ايد على دماغي كده اهو انا لنفسي ورايت الكرسي، اقول يا رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. انما ما ينفعش يا اخواننا كتاب ربنا يتهم بالشكل ده، ما ينفعش. ده ربنا هيحاسبنا، هيحاسبنا كلنا بقى، علماء ومثقفين ومتدينين وغير متدينين، في إهانة كتاب ربنا وكلام ربنا وشرع ربنا الحنيف. غريبة قوي ان المسلمين بس هم اللي عايشين في عملة من العفاريت والدجل ده، غريبة غريبة. وكأن الشرع جه عشان نقعد بقى اصلها ما بتولدش عشان ماسكها عفريت، اصلها اتخانقت مع حماتها عشان مش عارف مين، اصل عيب. القرآن كتاب هداية. في بعض الاشرار اللي بيستخدموا بعض ممارسات مش كويسة ويسخروا جن او يشتغلوا في السحر او يشتغلوا في الاعمال، بنقول موجود. بس المسلم ده رمز للدين، ما يروحش للشيخ كفتة ولا الشيخ مستيكة ولا بتاع ويقول له اعمل لي عمل واعمل لي، عيب. دي مخالفة شرعية كبيرة، دي مخالفة شرعية كبيرة جدا. امال انا اعمل ايه لو ما بصليش؟ اصلي، ادعي ربنا، احط ايدي كده على دماغ بنتي يا هند واقول لها آية الكرسي بصلاحك. انما اصل قالوا لي ان امي بصالي، ناس كتير راحوا في دهب بسبب قالوا له دي، يا لهوي. هو الدليل قالوا له؟ مين اللي قالوا له؟ مين اللي يملي مصلحة يا بنتي يقع بينك وبين امك؟ والله لو نفسك شايلة من امك وخايفة على بنتك روحي انتي، ما توديش بنتك، مش هقول لك اودي بنتك. لكن بلاش الناس يفسدوا العلاقات بالناس. كم من بيوت افسدت عشان اصل مرات اخو جوزي عملت لي عمل عشان ما خلفش. كتر خيرها يا ست، ما تبقيش تاكلي ولا تشربي عندها وبينك وبينها السلام. لا نسكت، لا نسكت، لا. ونجيب شيخ والشيخ يقول لها اصل معمول لك سفلي وعلوي. يا جدعان عيب يا جدعان، ده فيلم مش عايزين نفتحه، عشان لو اتفتح هيبقى مصيبه. الدين مش كده، ده مش دين يا جماعه. ولو سمحتوا ما تقولوش لقب شيخ لاي حد. اللي مربي دقنه مش شيخ، واللي عامل نفسه بتاع اعمال مش شيخ. الشيخ ده بتطلق على راجل كبير في السن او رجل تلقى علما فبقى لقبه شيخ، مش شيخ عشان هو يعني حاجة كبيرة، هو لقبه شيخ، زي لقب الدكتور، زي لقب الضابط، زي لقب المهندس. قعدنا فترة برضو اي حد في الشارع نقول له باش مهندس، لما الناس عاشت اللحظة وفكروا ان كلهم مهندسين. وقعدنا فترة كبيرة نقول ناس شيخ، فبقى اي حد يقول كما اصل الشيخ فلان قال. مين يا عم الشيخ فلان؟ معاه ايه الشيخ فلان؟ الله يصلح حالك يا هند ويصلح ما بينك وبين امك. هختم عشان بس ما بتقول لي اختم، بس هقول لما ربنا سبحانه وتعالى قال سجل الهجره لسيدنا، قال له الا تنصروه فقد نصره الله. قالها لمين؟ قالها للكفار. بس الكفار دول اللي هم مين؟ اللي هم اعمام سيدنا النبي واولاد عمه وعصابته اللي يتقوى بيهم. في رساله لكل واحد اخوه بيقطعه او شايف ان عنده بنات فبيأذيه علشان ياخد ميراثه. في رساله لكل واحد اقرب الناس لي اذاه. ربنا بيقول لك انا اوقلت نصرتك ليهم فلما يخزلوك نصره الله. ربنا ينصرك، فتلاقي اخواته كانوا بيضطهدوه وهو راجل فقير دق عدمان، رب دكتور ومهندس ومدرس، مع انه مش لاقي منين. فقد نصره الله، فكل انسان خذله من حوله وهو يسير في طريق الله نصره الله. اخر حاجه هختمها ان البلاءات اللي جت على سيدنا النبي كتير 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 دي لازم تنكشف. فبعد 8 سنين يجي سيدنا صلى الله عليه وسلم، 8 سنين مده برضه، يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وله دوله، كيان هيكل اداري للدوله، المدينه وفيها مسجد وفيها دار اجتماعات وفيها 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 جيش. ويخش صلى الله عليه وسلم مكه عشان يبرد قلوب المسلمين، بس بيخش بادب. ما احنا قلنا اللي بيبني ما بيهدش. فلما اتفتح مكة وقعد عند الكعبة وجم بقى الكفار متكتفين وماشيين قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بعض الناس يقول لك ايه سامحوا يا اخي
لا سامحه من غير ما اوصل لحقي ده يبقى ضعف ذل مهانه. لكن اوصل لحقي واقول له سامحتك ماشي موافق، فييجوا متكتفين قدام سيدنا النبي ومعديين واحد واحد كده ومطيين في الارض اللي كانوا بيؤذوا المسلمين وبياخدوا فلوسهم وبياخدوا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تظنون اني فاعل بكم بعد ما عملوا بقى عرض قدامه. فقالوا عهدناك اخ كريم وابن اخ كريم، ما هو ده اللي كنت بتحط رجله على راسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي اللقطه دي الغرض منها ان المسلمين اللي اتاذوا واهلهم ماتوا قلبهم يبرد، لان لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سامحتكم بس كده المسلمين يقول لك انت بتدافع عن قرايبك انت لسه مش قادر تنساهم. لكن لا، جم اذلاء، فسيدنا النبي قال بس احنا وصلنا لحقنا، اذهبوا فانتم الطلقاء. فسيدنا صلى الله عليه وسلم كان قال له عسى ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. في اللقطه دي كلهم قالوا نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وقت حلقتي خلص، بقول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الاقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبه حرم، واسم رسول الله قسم من اعظم القسم، كل عام وانتم بخير. اللهم احفظنا واسترنا واحفظ بلادنا واحفظ مصرنا واحفظ شعبنا واحفظ جيشنا واحفظ شبابنا واحفظ بناتنا، واحفظ اللهم أعرابنا ووسع أرزاقنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام على خير بأمر الله تبارك وتعالى. نلقاكم الأسبوع المقبل الساعة 4 عصرا في برنامجكم الموعظة الحسنة. السلام عليكم. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة، بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى جدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة، بالموعظة الحسنة بالموعظة الحسنة.